والإصلاح يقوم على معنى التقويم وتسديد الخلل وتقليل المفاسد وإزالتها. ولا أحتاج إلى كثير استطراد لبيان ما عليه واقع الناس خاصة عندنا في السودان وما يشتكون من أنواع الفساد التي تحتاج إلى إصلاح في كل جانب من جوانب الحياة، حيث يتطلع الناس إلى عيشة كريمة وحياة طيبة ويسلكون مسالك في إصلاح ما فسد من جوانب الحياة، لكن نقول أن الذي خلق هؤلاء البشر هو القادر على إصلاحهم وحده لا شريك له، وأنه مهما بحث الناس في أسباب وسبل الإصلاح فلن يصلوا إليه ما لم يسلكوا ما رسمه الله لهم وشرعه لهم وهو العليم بحالهم الخبير بخفاياهم وبما يصيبهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك نبدأ فنقول نظرة الدين والإسلام إلى إصلاح الفساد لها طريق مذكور في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا هو منهج الإصلاح. ودي النقطة الأولى، إن يا أخوان عشان أنت تصلح لابد يكون عندك منهج، والناس جربت مناهج حنجي نشوفها بعد شوية إن شاء الله، وهذه المناهج أفسدت وضرت وجرت إلى الأمة والمسلمين من المفاسد والفساد ما جرت. فيجب على الناس أن يعوا وأن يرجعوا إلى منهج ربهم الذي فيه صلاحهم. فأولا الإصلاح يحتاج إلى منهج، ونحن عندنا أن منهج الإصلاح هو القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سيخرج العباد من المفاسد والفساد ومن سوء الحال إلى صلاحه وخيره. ولذلك من طلب الصلاح في غير الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فقد ضل وأضل. ثانيا، نحن في بياننا لطريق الإصلاح إنما نسلك فيه سبيل المصلحين الذين عملوا بهذا المنهج وأصلحوا واقعهم. وسادات هؤلاء المصلحين هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وقد وجدوا في واقعهم من المشاكل التي نعيشها الشيء الكثير: فتن، حروب، فقر، قلة، ذلة، تشاحن، تحاسد، تقاطع، تدابر، انتكاس في العقول،
نهب للأموال، فساد في الأمانة، فساد في الأخلاق، حدث ولا حرج. فكيف أصلح الأنبياء والمرسلون الذين أرسلهم الله عز وجل لإصلاح الناس، كيف أصلحوا هذا الواقع؟ نقول يا أخواننا، الأنبياء منهم من لقى مشاكل في المال، زي ناس مدين قوم شعيب عليه السلام، ووجد فيهم مشاكل في الأخلاق كقوم لوط وغيرهم، ووجد فيهم الكبر والظلم والعتو والتجبر كعاد وقوم نوح وغيره. وكما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال عند العرب، قبائل متنافرة ومتشاكسة وبلاد غير آمنة ونهب وظلم وتعدي لا حدود ولا وازع ولا شيء، إلا بقايا لا يذكرون مع ما هم فيه من الفساد. فأول حاجة بدوا بها الأنبياء أخواننا هو إصلاح العقائد ودعوة الناس إلى معرفة حق الله، لأنه ببساطة ما بيعرف حق الله ما ترجى منه يديك حقك. ولذلك كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين هي إصلاح لما فسد من العقائد، لأن الأصل في الناس التوحيد، وأني كما جاء في الحديث القدسي وأني خلقت عبادي حنفاء، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وزينت لهم الإشراك بالله، فوقع الشرك في البشرية، وبسبب ذلك يصيبهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هناك معنيان للفساد، وأنا أقف مع معنى، والآية عند المفسرين إذا احتملت أكثر من معنى يمكن الجمع بينها فتحمل على هذه المعاني جميعها. فمن المعنيين ظهر الفساد، يعني ذهاب البركة وشدة المؤونة وجور السلطان وغلاء المعايش والأسعار. ربنا قال: بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الذنوب والمعاصي، ليذيقهم التغير في أحوال العالم والتضييق عليهم في المعايش، هذا تنبيه لهم بما كسبت أيديهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا، لعلهم يرجعون. ربنا قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ربنا ما خلقنا إلا للعبادة والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الواضحة الجلية التي تأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له.